قتساوي والعرباوي؟ أنا قتساوي للنخع. أوه إيه. جمهور الزعيم، أنا مالي شغل. أكيد تحياتنا لكل الجماهير الرياضية بالكويت، لكن أنا أعلنها علن على الهواء، أنا قتساوي الهواء وأنا صغير. إيه. رغم أني لعبت ترى عدة مواسم في نادي الجهرة أيام الأشبال والناشئين، لكن أنا قتساوي الهواء صراحة. خلاص راح نشوف اليوم الزعيم ولا الملك، واليوم حلقتنا رياضية مع نجوم كان وما زال لهم ثقل في تاريخ كرة القدم الكويتية من خلال ما قدموه خلال مشوارهم الرياضي. ونرحب فيكم مشاهدينا في هالحلقة المميزة من داخل وخارج دولة الكويت، لا تنسون تشاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت، ومنتظرتكم فقرات جميلة جدا يا محمد. أكيد يا لولو، ويوم السبت القادم بيكون الديربي في الجولة الثانية من الدوري واللي يجمع نادي القادسية وأيضا غريمة نادي العربي، وكل واحد منهم في محصلته 3 نقاط. لذلك قلنا بنعرف عادة عن الأجواء اللي موجودة هناك ما قبل المباراة، خصوصا مع نجوم الرياضة الكويتية الكابتن محمد إبراهيم من القادسية طبعا، وأيضا الكابتن أسامة حسين من النادي العربي. وإن شاء الله بنتناقش. أكيد أنا أهم شيء أبي القدساوية اللي يتابعونا اليوم يشاركونا في هاشتاغ ليالي الكويت، علشان يعني تعيشون معنا الجو من خلال ضيوفنا. الله يحمقون عليك جمهور الزعيم. انت اليوم لابسه عربي واضح. لا لا انا محايده. وقبل ما نستقبل ضيوفنا مشاهدينا، ننتقل معاكم حاليا الى دبي، وتحديدا معرض اكسبو 2020 مع الزملاء اللي موجودين حاليا، غادر زوقي وعبد الله الطراح. مساكم الله بالخير غاده وعبد الله. مساء الخير لولو، ومساء الخير محمد، وحياكم الله وكل مشاهدين ومتابعين ليالي الكويت، حياكم الله من دبي. والله كذا غاده وصلنا امس الى دبي، واليوم اول يوم وصلنا الى جناح دوله الكويت، فعندنا تفاصيل وايد ان شاء الله حشوفها المشاهدين في ليالي. ان شاء الله احنا طبعا قاعدين نجهز لكم حلقه جميله جدا مليئه بالمواضيع اللي وايد حلوه. اليوم كنا موجودين المساء، كانت موجودة طبعاً المفوض العام لجناح الكويت في إكسبو دبي 2020 السيدة منيرة الهويدي، كانت موجودة وعلى قدم وساق. أيضاً كان موجود في ضيافة الجناح الفنان الكبير سعد الفري اللي كان منور بصراحة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، راح نشوف المشاهدين الكويت. اكيد اول شيء خير من يمثلنا في ليالي الكويت في جناح دوله الكويت في اكسبو دبي الزميله غادر زوقي واكيد الزميل عبد الله الطراح. لكن شو اللي شفتوه يعني بجناح دوله الكويت في اكسبو دبي؟ اعطونا تفاصيل شيء، لان احنا ما رحنا هناك. للامانه احنا موجودين في منطقه الاستدامه، وجناح الكويت ايضا عنوانه الاستدامه. واذا دخلت اول ما تدخل الباب الرئيسي للجناح راح تتفاجأ بالجمال اللي موجود، الشاشات الكبيرة، العرض الرائع، عرض 3D أيضا. كل هذه التفاصيل محمد راح نعطيكم إياها أكيد لما نبدي تسجيلنا. وإحنا الحين سكر الأكسبو الجناحات أو الأجنحة كلها سكرت بهذا الوقت، لأن إحنا صابقينكم بساعة، لكن إن شاء الله التفاصيل كلها راح تشوفونها على التوالي بإذن الله. واحنا بانتظاركم اكيد، وسعيدين جدا انكم قاعد تمثلون دوله الكويت هناك، ومنورين صراحه يعني، ومشكورين ان اعطيتونا نبذه عن هالاجواء. كانت الزحمه كبيره جدا، فرقه الاذاعه موجوده، الفنان احمد الرويشد كان عنده بروفات، ومع انه فقط كانت بروفات لكن الجمهور اللي تجمع واللي استانس واللي عاش الاجواء كان اكثر من رائع. احنا بكاميراتنا طبعا صورنا هذه الكواليس، لكن ان شاء الله كاميرا ليالي الكويت وكل الشباب اللي موجودين معانا راح ان شاء الله ينقلوا لكم الحدث اول باول. اسمحي لي بروح حق الزميل عبد الله الطراح، الله يعطيك العافيه. لكن شنو التفاصيل اللي راح تكون في حلقه ليالي الكويت من جناح دوله الكويت في اكسبو دبي؟ اعطنا تفاصيل ملامح الشغل. والله انا ما ادري ايش راح تسوون هناك. في تفاصيل وايد كبيره محمد، بس خلها قدام. يلا الله يعطيكم العافيه وتردون بالسلامه ان شاء الله. والله حقيقه خير من يمثلنا الزملاء غاده وعبد الله. الله منتظرين منكم، شكرا لكم انكم موجودين هناك، ومشكورين على المداخله الطيبه هذه، واكيد منتظرين احنا مع المشاهدين تغطيتكم الجميله لجناح دوله الكويت في اكسبو 2020، وتردوا لنا بالسلامه ان شاء الله ولهنا. اللهم امين.
الله يسلمك، الله يسلمك، مشكورين وايد وشكرا جزيلا لكل المشاهدين والمتابعين، وانتظروا منك الجديد ان شاء الله فقط في ليالي الكويت. يلا بالتوفيق ان شاء الله. يعني حقيقه الله يعطيهم العافيه، اللي حقيقه كل القياده في وزاره الاعلام اني خصصوا برنامج ليالي الكويت. نعم. انه يكون متواجد هناك، وفي حلقه خاصه نوعد مشاهدينا تكون حلقه خاصه في جناح دوله الكويت في اكسبو دبي في ليالي الكويت مع الزملاء غاده الرزوقي وعبد الله طراح. الحين ننتقل حق حلقتنا الليله. رادين مع الملك والزعيم. يلا خلينا نشوف، لكن نتمنى من الجميع يشاركونا على هاشتاج ليالي الكويت بعد الفاصل. في ليالي الكويت، المدرب الوطني محمد إبراهيم، اللاعب الدولي السابق أسامة حسين. فنان أبدع بالمجال الفني ليكون واحد من أشهر النجوم الشباب على الساحة الغنائية. صاحب إحساس وأداء غنائي مميز، من نسمع صوته ننطرب وياه. يرضيك أنا أعيش بالدنيا غريب وأروح وأدور غيرك حبيب. له قاعدة جماهيرية تنتظر منه كل ما هو جديد. مرني مرني ترانت عمري كله وكثر. راح يكون معانا في ليلة غنائية نسمع فيها بصوته مجموعة من الأغاني، الفنان حمد القطان، الخميس في ليالي الكويت. عمري كله وكثر. ديربي يخطف الأضواء. كرة مع أسامة، كرة في عرض الملعب. لقاءات القادسية والعربي على مر الزمن كانت وما زالت محط أنظار الجميع. قواعد جماهيرية كبيرة تعطي لكل مباراة حلاوتها. لكل مباراة كواليس واستعدادات مختلفة بنتعرف عليها مع ضيوفنا في ليالي الكويت، المدرب الوطني محمد إبراهيم واللاعب الدولي السابق أسامة حسين. رجعنا مرة ثانية مشاهدينا الكرام، مثل ما قلنا حلقتنا اليوم رياضية ما بين قطبين إنجاز التعبير، لكن احنا بنتكلم بالرياضة بشكل عام. نتمنى أي مشاركة أو استفسار أو أي سؤال حق ضيوفنا اللي مشاركينا في الاستديو على المشاركة على هاشتاغ ليالي الكويت في تطبيق تويتر. يا العرباوية صح؟ لا ها. أنا محايدة. محايدة؟ لا زلتي محايدة. أقول هذا الزعيم وهذا الملكي، يعني ما نقدر نقول شيء. هذا العرباوي وصل وهذا أصفرنا، صفقوا له يعلمكم اصول اللعب. يستاهلون اكيد. حياكم والله المدرب الوطني الكابتن محمد ابراهيم وايضا اللاعب الدولي اسامه حسين، حياكم الله ومشرفينا في ليالي الكويت. ايه طبعا انا سعيد ان اكون في هذا البرنامج وفي هذه الامسيه وزميلي هذا، طبعا يعني
40 ساعة بوجهي. احنا بين الشوطين يا بعض. بس هني شوي ثقال. لا هني شوي ثقال. منورينا والله. الله يسلمكم. حياك الله. الله يحييك، طبعا احب امسي عليكم وعلى السادة المشاهدين والكابتن الكبير ابو نواف، وان شاء الله اليوم الحلقة شوية تكون يعني فيها حماس للمباراة. وبعدين انت لابسة اخضر، لا تقولي محايدة، انت لابسة اخضر. خلاص ايه. انا؟ ايه. مو انا المشكله بالبيت عندي نصهم عرباويه نصهم قدساويه. انا بس نص الوالد. لا اي مو انا مشيت على الوالد عرباوي. انا عرباوي، انا قدساوي عرباوي. الزعيم خلاص انا قدساوي عرباويه معك. اكيد حياكم الله ان شاء الله. بندش في تفاصيل، لكن بارك لك الكابتن محمد ابراهيم لمسؤوليه اداره نادي السالميه. إيه للأمانة يعني خلال اليومين هذه كانت فيها بعض التفاوضات، وأيضا كانت الأمور سلسة مع رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف وأيضا أعضاء مجلس إدارة، وطلع قرار تروالي أن القرار خلال هالساعات هاي يطلع أن أنا أكون على رأس الهرم مدرب نادي السالمية للفترة القادمة، وهذا طبعا أنا أتشرف، يعني ما هو شيء غريب علي نادي السالمية، لأن في أحدى السنوات أيضا طلب مني المرحوم العم خالد اليوسف في فترة من الفترات، وايضا مسكت نادي السالمية، وهذا شيء يعني انا يكون وسام على صدري ان اكون يوم من الايام في نادي السالمية او في نادي الكويت او ايضا في نادي القادسية ومن ثم نادي العربي، وايضا من المنتخب الاولمبي الى المنتخب الاول، وايضا زاملت يعني كان ايضا سامي حسين كان يوم من الايام ايضا اداري وياي وزاملته في المنتخب الاول لاعبين وايضا التدريب. نعم. إيه؟ متى ان شاء الله تنطلق في التدريب؟ لما يعطوني الفنيله الزرقاء هذه اللي فيها شعار الرهيب. لازم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تستاهل. نبي نتكلم بدايه عن اجواء المباراه اللي كانت تكون بين القادسيه والعربي، عاده الاجواء كفريق وكلاعبين وكفريق الكره كامل. تفضل الكبير. هي لا شوف الاجواء يعني حاليا امانه اختلفت عن الاجواء السابقه. قبل مساء نسولف انا ابو نواف داخل نقول يعني قبلها باسبوع 10 ايام نمشي بالسياره الناس تطق لنا هرنات، ايش بتسوون بالمباراه؟ حماس، الناس تتعايا، ما كان في تويتر، ما كان في اي شيء من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كان في حماس عجيب ومعايات ومراهنات، ويعني وايد في امور كانت قبل المباراه اللي خسر بعشاء. فالان احنا ما قاعد نشوف هذا الشيء، قاعد نشوفه يمكن شويه بتويتر، لكن كحماس جمهور قبل المباريات مو نفس الحماس اللي قبل اللي احنا عشناه واللي قبلنا عاشوا ايضا. نعم. الان الحماس يعني حماس سوشيال ميديا، حماس يعني وقت المباراه، لما طبعا الجمهور العربي وجمهور القادسيه يحضرون، يعني امانه يحضرون ويحمسون اللاعبين. بس انا قاعد اتكلم على ما قبل المباراه. نعم. لا يعني حتى في الفتره السابقه يعني نتكلم عن الثمانينات والسبعينات، وانا يعني محظوظ اني ايضا عاشرت يعني بالثمانينات، يعني بعض اللاعبين العمالقه وايضا الجيل الذهبي. نعم. لما تصير مباراه القادسيه والعربي مو بيوم المباراه، يعني تتكلمين عن اسبوع من قبلها باسبوع، شوف الامور مو طبيعيه، يعني قبل الروح والاخلاص للفنيله، وهذا غير اختلفت عن المرحله هذه، يعني الحين نتكلم عن الماده والاحتراف وشغل. بالسابق كانت ايضا يعني في قبل المباراه بيومين ثلاثه كان الغداء بالنادي، الجمهور يتجمع بالنادي، اللاعبين يطلعون من الصبح يعني من المدرسه، يمكن حتى الجمهور ما كان يحضر المدرسه في يوم المباراه، حتى بس انه يصير الاستنفار حق المباراه القادسيه والعربي، لان انت بالتالي راح تلعب بالاربع بالثلاث، ما تلعب قبل، ما كانت في اضواء يعني تلعب سبع ثمان بالليل يعني. نعم. فاعتقد ان هذه الامور هذه كانت وايد، حتى اللقاءات كانت بالاسواق بالجمعيات، في لقاءات تلفزيونيه يقابلون ان كان نساء، يقابلون شباب، يقابلون الاولاد على المباراه القادسيه والعربي. طيب تغير الحاله كابتن أسامة، هل هو قصور من الجمهور نفسه أم قصور من المؤسسة الرياضية سواء كان نادي عربي القادسية؟ ليش صارت هالفجوة هذه؟ والله شوف صار في كسل من الجمهور صراحة. يعني قبل كان الجمهور يتعنى وقت التمرين، يعني أذكر أيام تدريبنا قبل كان جمهور قبل المباراة بثلاث أيام، يعني ما أقول لك أنا الملعب مليان لكن في جمهور تحس أنه تقول شنو في يعني، ولا تمرين الفريق الاول استعدادا لمباراه القادسيه مباراه الديربي. نعم. ايضا اتوقع القادسيه نفس الشيء. الان قلت لك يعني القنوات الفضائيه، المباريات العالميه،
وزحمة المباريات وكل واحد متابع الظاهر فريق أوروبي ولا فريق أسيوي ولا يعني الآن السهل تقعد وأنت قاعد بالتلفون تشوف كل مباريات العالم صح. فيقولك أنا ليش أروح أشوف تمرين؟ ليش أروح أعاي فلان؟ أقعد أشوف وقت المباراة. هذا في بعضهم كذي، لكن يعني الحماس موجود وقت المباراة. يمكن حين أنتم يعني بعاد يمكن شوية على الرياضة، لكن أيضا واحد يقول والله أنا أحب أفضل القادسية، واحد يقول أفضل تصير معايات هنا. المعايات هي قبل. لا بنروح السبت بنحضر وبنتعايا. محمد بيقعد بصوب وأنا بصوب. أنت أي جمهور؟ أنا عربي عايدة. عربي. لا لا. مع الوالد. سامة يعني قبل المعايات ترى مو بس تتكلم في المباراة ولا قبل المباراة، حتى بالدواوين. أنا قد سوي أدخل ديوانية العرباوي، يعني دخلت ديوانية العمير، العمير كلهم ما شاء الله لا إله إلا الله اسكت، يعني ما تدشنا ولا كلها معايات وعرباوية، ولا العرباوية يدشون ديوانية آل أبو حمد المرحوم خالد أبو حمد، يعني بالتالي يعني حتى بالدواوين حتى بالمدرج مقابلات ومعايات ينتظرون هذه المباراة القادسية والعربي. أنا إحنا نحس يمكن نلتمس من الشارع الكويتي أنه من كثر ما فعلا ذكرت حضرتك أنه في فترة انفقدت هذه مثلا خلينا نقول الضغط الإعلامي أو السوشيال ميديا، لكن الحين قاعد نشوف أن الناس بدأت تتحمس بدأت تتحمس حاليا في الأيام الأخيرة، يعني حتى قاعد نشوف كثير من النساء قاموا يحضرون المباراة وفعلا قاعد يصير في يعني حضور كثيف وتشجيع قوي. نعم. ولا الجمهور بدا خاصة خلال السنوات الأخيرة بعد الإيقاف الرياضة هالأمور هذه كلها الأمور بدا متعطش، خاصة حنا في الموسم هذا تأخرنا بشكل كبير في بداية موسمنا تو بدا هالأسبوع هذا كدوري، فالجمهور متعطش خاصة اليوم العربي وصل إلى حالة نقول النضج، يعني الفترات السابقة كان بعيد يعني منصات التتويج، الآن حصل على الدوري وحصل على الكاس في القمة العربي، أنت لا شفت القادسية والعربي في القمة تشوف الرياضة تنتعش والجمهور صحيح. ينتعش، فأعتقد هذه أحد الوسائل القوية وجود العربي في الساحة وأيضا قوته في الساحة عطت انطباع جدا للجماهير. نعم الكابتن أسامة حسين، توقعاتك لمباراة يوم السبت من يفوز القادسية والعربي؟ شوف أنا أقول لك شيء، أنا أعطيك صراحة أنا القادسية ما دانيهم مادانيهم؟ لا نادي القادسية مو أشخاص إيه لا أشخاص إيه. ربي إيه. يعني قبل يوم كنت ألعب يعني الشيء اللي أكرهه هو نادي القادسية صراحة. تكرهها كلمة عودة؟ أكرهها لا أكرهها، لأن إحنا كان بيننا قبل كان بيننا يعني حماس، بيننا إثارة، بيننا يعني ما أتقبل إني أخسر من القادسية صراحة أقولك، يعني أخسر من أي نادي ثاني ممكن أبلعها، لكن من نادي القادسية لازلت؟ الحين لا والله يمكن حببنا ابو نواف. لا 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 انا يعني اصلا الرياضه يعني بدايه ترى يعني مع احترامي للانديه الكبيره ايضا بدات في القادسيه والعربي، يعني انا من اسره ايضا الله يرحمه والدي ترى عرباوي من يعني حضر المباريات العربي، وايضا اسرتنا نصها قدساويه نص العرباوي، ويوم رحت انا على القادسيه اتجهوا اغلبيتهم على القادسيه، فبالتالي القادسيه والعربي يعني انا خلال 3-4 سنوات الماضية كنت أنا على هرم الجهاز الفني بالعربي، واستأنست أني أكون في هذا الموقع هذا وقدمت ما اللي أقدر عليه، والحمد لله أني أنا راضي على نفسي في العربي، فأعتقد أن اليوم القادسية والعربي يعني هم الرياضة مع احترامي للجميع نادي الكويت أيضا اليوم بالساحة وهو المسيطر على خاصة البطولات الجماعية، فبالتالي أعتقد أيضا وجود القادسية والعربي كلنا نحبهم. يمكن خلافاتنا او تحدياتنا او تشجيعنا في يوم المباراه انا اميل للقادسية انت تميلين للعربي، هذا شيء ثاني بس كره هذا لا لا انا لا اكره القادسية، كنت العب صراحه كنت لاعب كنت يعني خلاص ما يعني خلاص انا متبرمج انه يعني درجة تدري شنو اسامه مو طبيعي اسامه حتى بالمباراه يعني كان عندنا الله يذكره بالخير مساعد مدرب عبد النبي حافظ زين فيك خير تعال لابس فانيلة صفرة التمرين يطردك ما إيه قبل عدل كلام عدل عندنا ما يدخلك التمرين عندنا نفس الشيء عثمان الغاطي إيه؟ واحد شايب يعني هالدرجة قبل إحنا ترى يحطونا التب نأخذ السفجة عقب ما نتعب يعني مش شوينا لا صار التب أخضر ولا القلاص أخضر ماكو بطل صحة قبل ترى حاجك الحين مثل الحين تعال اشرب بطل صحة ما يرضون
شوف يعني شنو التصور كان شلون اي قبل كذي حساسيه موجوده وايد اي الحين تغيرت بس بعدين شوف يعني بعدين انا قاعد اتكلم يوم قلت انا ما احب الغاتسيه كنت يعني انا كنت العب وقتها ما يعني كان في ديربي بيننا وكان في صراع وكان في تحدي وناس تدق عليك اذا انقلبت والله يعني انقلب اروح البيت ما اطلع ما اروح ديوانيه ما اروح مكان خلاص انا ادنى في معايات راح تصير متعصب للعربي متعصب اكيد اكيد اسامه دام ردينا للذكريات الجميله هذه والحلوه ما تذكرون مباراه بينكم كانت بين العربي والقادسيه ايام ما كنتوا لاعبين ومن خلال بروزكم فيها او ذكريات لكم فيها انا اذكر يعني شوف ال 85 انا كنت طالع من التجنيد كنت مجند تدري التجنيد تمعنا سنه سنتين بالتجنيد وكانت في مباراه القادسيه والعربي وكانوا في القمه القادسيه والعربي في دوري مشترك الاول والثاني نعم وهذه المباراة أنا طلعت من التجنيد سيدة على الملعب يعني ومن الملعب فزنا إحنا القادسية فاز 2-0 على العربي في بطولة الدوري في سنة 85 نعم وسنة 89 يعني لأني أنا مسجل في أهداف أنا دائما أقول أغلى أهدافي في نادي العربي لأن أنت يعني شهرتك تكون بعد أيضا في نادي العربي لأنه حضور الجماهيري نعم في 89 نهاية الملك فيصل الدخيل كانت نهاية مشواره الرياضي إيه وكانت وكان القادسية في الثمانينات بعيد جدا عن البطولات إيه وذاك الساعة كان مدربنا فيليب سكولاري اللي حصل على كأس العالم مع البرازيل حصلنا على بطولة كأس الأمير أنا سجلت الهدف الأول وسالم ميرزا سجل الهدف الثاني وهذه المباراة ما تنسي من حضور جماهيري وني أنا حملت فيصل الدخيل هو ملك دائما ملك يعني دائما هو بالقمة وحملته على اكتافه لانه بيعتزل اخر مباراه له وهذه يعني هذه المباريات اللي ما تنسى لو انه اذا كانت موجوده عندكم يعني للذكرى بس كانت مباريات قويه يعني موجودة. ماذا عن الكابتن اسامه؟ انا والله كل مباريات مع القادسيه ما انساها صراحه يعني كل مباراه لها لان كلها مغلوب لا ظروف قبل كنت افوز وامشي الحين زين لا يعني في مباراه يعني هي اللي في مباراتين في مباراه سجلت فيها هدف انطرت كنا فايزين 1-0 فانطرت هم سالم ميرزا الله يذكره بالخير هو نرفزني وخلاني انطرد كنت وقتها بعد صغير ورحت رحت رجعت مشي صدق والله كانت عم العب بنادي القادسيه وانطرت جاي يسجلون الهدف الثاني كان هد اللعب واروح مشي للنادي معاقب نفسي المباراة الثانية اللي ايضا ما تنسي المرحوم سمير سعيد اللي صد فيها البلنتيات هذه كانت ايضا فيها اهداف جميلة الله يرحمه وقتها كنت العب باك يمين مغلوبين 1-0 بالاضافي نعم كان هدف محمد جاسم على المرحوم سمير سعيد فسمير يقول لي انا وانا طايح يقول قاعد اشوف وجهك وانا معصب قاعد طالع سمير كذي يقول لا بالله فزنا هذا وجهك وين مفوز سبحان الله يعني انا بعدين غيرت مركزي لعبت نص يمين فاستطعت اني اعرض كره فاضل المطر سجل منها الهدف بعدها تعادلنا سمير الله يرحمه اللي صد ثلاث ضربات ترجيحيه وخذينا البطوله هذه من البطولات اللي ما تنسي ليش شوف اي شيء مع القادسيه زين نهائي قبل نهائي مباريات هذه تكون بالذاكره ما تنسي نعم لان هذه المباريات يعني مستحيل انها تنسي يعني. ما صارت بينكم مشادات كون محمد ابراهيم والكابتن محمد ابراهيم مهاجم والكابتن اسامه حسين مدافع؟ ما يقدر. ايه بعدين ترى ما تشغل في مهاجم بس مواصفات مدافع. كان مدافع قبل هو. فلا ما تصير بين لان الحين تبي صدق يعني احنا اوكي ترى يعني حتى داخل الملعب نشد مع بعض ونلعب بقوه لكن تبقى الأخوة تبقى الصداقة تبقى يعني الروح الرياضية لازم تكون موجودة بغض النظر يمكن ساعات الناس يشوفون والله أسامة داخل الملعب يطيب بس لازم بس مع ربعي يعني أوكي عادي عادي ألعب قوي لكن بس مع ربعي لا أنا أذكر في يوم من الأيام مع القادسية والعربي صارت مشادة عنيفة مع أخوي وزميلي الكابتن فاضل مطر لنهاية المباراة يعني حتى كانوا يعني التهديد او هذا كانت مناوشه موجوده لنهايه المباراه مع صفاره الحكم. اوكي. شوف هذه الحادثه من قبل سنتين ثلاث سنوات فاضل مطر مساعد مدرب مع محمد ابراهيم في نادي العربي. ما شاء الله. يعني احنا اخوان بالاخير القادسيه والعربي يعني انا اذكر يعني فيصل الدخيل
ربعه كلهم هو بيتهم بالقادسيه، ربعه كلهم من اسره النادي العربي، يعني من الله يرحمه السدرة وان كان حمزه يعني الحده والحماس اللي يصير ما بين ورده الفعل ما بين اللاعبين من العربي القادسيه تنتهي بوقتها تنتهي بوقتها مو بس كذي يعني الناس عبالهم احنا اعداء داخل يعني يشوفون انه هذول شلون يسلمون على بعض شلون يضحكون لا لا احنا بالنهايه ترى ربع لكن داخل ملعب انا امثل جهه وهو يمثل جهه والمشكله الجهتين كل جهه وراها ناس تنطر النتيجه عشان يبون تعاون او يبون يعني يبون ناس بتفرح ناس بتزعل فانت تحس ان دشيت ملعب وراك مسؤوليه تقريبا نص مليون واحد قاعد يعني نص مليون واحد بيفرح اكيد زين فانت حامل مسؤوليه فمن كذي تشوف داخل شد واعصاب لكن يعني اكثر من اخوان اكثر من اخوان صحيح بين الاسره الواحده تصير يعني لو انت مع الاسره كلها طالع المباراه مثل ما راح يصير ان شاء الله يوم السبت تلقى بين الاخوان وتحضرون اكيد وتحضرون المباراه لان على ملعب العربي خلي يبيع لكم دعوات لا يبيعكم لا يبيعكم دعوات ملعب العربي ما ادري متعصب يا ويلك من جمهور الزعيم سلمك على طاري جمهور الزعيم يعني حقيقه جمهور نعتز فيه الجمهور العربي نختلف نتفق قدساوي أرباوي كويتاوي كيفك لكن الجمهور العربي ممتع. حقيقة ممتع ويستحق التحية أنت اليوم كنت قدساوي من أبناء القادسية واحد نجوم نادي قدساوي رحت على طول دربت العربي ما خفت من ردة الفعل الجمهور طاقم الفني لا يحبوني كلهم في علاقة يعني. لا بالعكس يعني شوف يمكن تختلف ما بين مدرب ولاعب لا صح إيه يعني اللاعب يعني حتى في أوروبا يعني تلقى لاعب ضد فريقه وهو كان في فريقه واتجه إلى فريق آخر يشعر حتى لهذه يعني الجمهور يكون غضبان في يعبر بشكل يصفر أو بنداء شيء ثاني بس بالتدريب هذا عالم تدريب أنت اليوم هني وبكرة في نادي ثاني وبكرة في المنتخب بالتالي أنت بالتدريب لازم توازن نفسك فأعتقد هذا اللي عشته أنا يعني لله الحمد إنه أنا فخور جدا ووسام على صدري أن أكون أشرفت على هذه الأندية أو إن كان المنتخب الأول أو الأولمبي. والله أنت أبو نواف مفخرة كويتية. الله يسلمك. الله يسلمك. وإحنا نفتخر فيكم والله. سلم عمرك يا غالي. طبعا أنا سألت سؤال حق الكابتن أسامة وما جاوبني. توقع منه القادسية والعربي وكم؟ والله شوف أنا أتوقع على حسب يعني الفنيات أمانة والاستقرار والمستوى العربي. المستوى نعم ابو نواف انا اخالف اسامه لان بالاخير القادسيه والعربي ما لها مقياس يعني في الفتره الماضيه العربي حصل على الدوري تو من شهرين يعني نعم والعربي قدم امام الجهره ونواز النتيجه خمسه اتوقع اي انا اقول انت فنيا قلت بعد فنيا مستوى نبي نتوقع يعني بالتالي يعني العربي كان الاميز في الفتره السابقه وفاز على الجهره وخسر من القادسيه والقادسيه وصل في نهائي كاس سمو الامير وكان هو افضل ونفس الحاله نفس الحاله الان العربي فاز على التضامن بنتيجه ايجابيه واداء جيد حلو فاز على التضامن وغاتسيا فاز على ايضا فريق الشباب حلو. فانا اتصور من 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 يملك زمام الوسط هو الوسط هو العنصر المهم واعتقد ان لاعبين الخبره واللاعبين المحترفين هم قادرين ان يغيرون نتيجه المباراه فاعتقد ان المباراه ثقيله ما هي سهله ما غاتسيا شلون اللي يفوز غاتسيا اعطونا موسيقى نتيجه التحليل هذا كله مو قلت لك ما جابوا القادسيه ابو نواف ولا العربي القادسيه اقرب القادسيه اقرب القادسيه اقرب مشاهدينا ويا محمد الحين عقب ما عرفنا توقعات نجومنا الحين بنشوف توقعات الناس من خلال هالاستطلاع يلا خلينا نشوف مشجعو الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مرتقبة بين قطبي الكرة الكويتية العربي والقادسية على ملعب صباح السالم بنادي العرب الرياضي يوم السبت القادم منافسة بين الكويت القادسية والعربي وأي مباراة تتم بينهم تلاقين الجماهير كلها تتجه لها بالنسبة للقادسية ما زال يعني الجمهور الأول والعربي الحين رجع شعبيته لهذا الدوري الكويتي بالذات مباراة العربي والقادسية لها نكهة خاصة يعني يلعبون كرة عدسة ليالي الكويت رصدت توقعات الجماهير الرياضية بنتيجة المباراة ضمن الجولة الثانية من دوري STC الممتاز لكرة القدم النتيجة 2-1 حق القادسية 2-1
حق القادسية. العربية 2-1. القادسية 2-0 إن شاء الله. توقعات العربي ياخذ المباراة. 2-1 تنتهي. 2-1 القادسية. أتوقع 1-1. القادسية 1 والعرب 0 طبعاً. القادسية. 3-2. الفوز بإذن الله النادي العربي. 2-1 القادسية. العربي حامل لقب الموسم الرياضي الماضي يدخل اللقاء وفي جعبته 3 نقاط، ويلعب القادسية في رصيده 3 نقاط أيضاً. خلكم ويانا نستكمل توقعات نتيجة المباراة. 2-0 عند القادسية. إن شاء الله أكيد القادسية. 6-0. الفوز راح يكون القادسية. 2-1 القادسية. 3-0. فوز عرباوي يا 3-2 أو 3-1. القادسية طبعاً. نادي القادسية هم عنده قاعدة جماهيرية طيبة، لكن النادي العربي يعني الكل يعرف شو النادي العربي وذات جماهيره. مبروك للفائز مقدماً. مع فقرة كمل الجملة بنعطيكم جمل وتكملونها بحسب تجاربكم الشخصية والعملية. رجعنا مرة ثانية بعد ما شفنا هذا الاستطلاع، وأكيد نحترم كافة الآراء اللي موجودة سواء كانت القادسية أو العرباوية، لكن إذا سمحت لإبراهيم الملا بس بنقرأ من المشاركات اللي موجودة عندنا. في متابعين يوجه لكم تحية من جمهورية العراق الشقيقة. التميمي يقول لولو عرفنا ما يقولها عرباوية، هذا حاط الصورة هنا. طبعا تحية لمحمد والكبات اللي موجودين عندنا. بس دائما العرباوي والله كأنها الجمهور عرباوي اللي قاعد يشاركنا. كل الآراء رايحة للعربي، عسى الله يكتب اللي فيه الخير. اليوم عندنا فقرة برنامج الكويت، الزملاء في الإعداد حاطينها الله يعطيهم العافية، وهذه سوالف زميلنا صالح الدويخ. والنعم. نعطيكم جملة وتكملها أنت. بعد في أسئلة؟ أي أسئلة، جملة سريعة. أقول لك نص الجملة. إذا قلت له ترى اللي جاوب صحيح لهدية يرتبك. عندك الأولوة. الحين عندنا فقرة كمل الجملة، والتكملة بتكون من خلال تجاربكم الشخصية والعملية. محمد إبراهيم، قبلت بتدريب نادي السالمية قبل أيام بسبب مهنتي كمدرب. ما تدري اليوم هني بكرة هني، دائما المدرب شنطتها عند راسه، يمكن ما يكمل أو يستمر في نادي يكون في نادي آخر على حسب العروض. فأعتقد هذه مهنتي من خلال الفترة هذه الحالية. ولا علشان العرض مغري شوي؟ شلون؟ ولا علشان العرض مغري شوي؟ للأمانة يعني حبيت السالمية ترى من فترة طويلة، يعني الشيخ المرحوم خالد اليوسف وأيضا بنات اليوسف والشيخ أحمد اليوسف واليوم ابن ترك اليوسف، يعني واللاعبين لذيك الفترة. يعني أنا واحد من الناس اللي أكون محظوظ أني أكون أشرفت على تدريب بشار عبد الله، الرمز بشار عبد الله، سواء بالأولمبي أو بالسالمية أو بالمنتخب الأول. نعم. وأيضا اليوم إحنا ما ننسى صخرة الدفاع، يعني أكو لاعبين كبار وعمالقة، ولكن صخرة الدفاع اليوم لا اليوم تذكر اللاعب محبوب جمعة. أعتقد نادي السالمية ينحب في هذا الأمر. نعم، وأنت مكسب أكيد لأي مؤسسة رياضية سواء السالمية أو القادسية. أبروح حق الكابتن أسامة حسين، ابتعدت عن الجهاز الفني والإداري للعربي لعدة أسباب منها. شوف أنا كنت بوصل رسالة صراحة، يعني ابتعادي عشان أوصل رسالة أن إذا كنت مسؤول سواء رياضي أو غير رياضي ما توفقت، أنا ما أقول والله أنك يعني ما توفقت بهذا المكان مو معناته أنت مو زين، أنت ما توفقت مع مجموعة مثلا من لاعبين، مع مجموعة من الإداريين، ما توفقت، ابتعد أي واحد بدالك يمكن ينجز إذا أنت تحب النادي ما تحب نفسك. صح. وأنا فضلت صراحة حب النادي على حب نفسي، أنا أقدر أظل نائب رئيس زين وأوخر موجود بالساحة، لكن أنا فضلت أني أوخر، والدليل أني أوخرت مسك بدالي علي مندني، مسك الفريق مع عبد العزيز عاشور، مسكوا الفريق جهد. استطاعوا أن يعني يحققون بطولتين، فمعناته أنا ابتعادي كان من مصلحة النادي العربي. وهذه الرسالة. الرسالة الثانية أن أنا كانت عندي ظروف خاصة وقتها، كنت يعني ما كنت أقدر أني أوفق بين
تجارتك تجارتك ما شاء الله شغلي الله يبارك لك الله يسلمك شغلي والنادي فوقتها كنت مضغوط والنتائج ما كانت تخدمني بعد فالشغلتين هذيلا خلوني اني اخذ القرار عن قناعه صراحه نعم. الله يوفقك ان شاء الله كابتن محمد اهم بند في العقد لي كمدرب هو تذكرة لندن حقي وحق اهلي زوجتي يدرون يعني كنت انا بالغاتسية ولا بالعربي ولا بالسالمية هم عارفين اجازتي الصيفية كنا انا بلندن بالاحرى كنت برايتون الحين اكون بمانشستر بعد مانشستر. حلوة صراحة اي لان قاعد يتابعون اهلي بنتي وزوجتي لازم بعد الله يحفظهم لكن نوجه لهم تحية الله يعطيهم العافية اكيد بنتقل حق الكابتن اسامة حسين اتحاشى تسديد اي بلنتي اثناء تواجدي في الملاعب لاني خواف من بلنتيات اخاف اشوت بلنتي انا لان اكون معصب داخل المباراة فأخاف أسوي أي شيء يخسرنا المباراة. أذكر سنة من السنين ضد نادي كاظمة الجولشي خالد الفضلي. فصارت البلنتيات حين ما سجلنا الأسامي كل واحد يقوم يشوت. صارت الشوطة الثالثة ما حد راضي يقوم. كان أقول لهم حين أنا شنو كان منصور باشا يقول لي يا أخي أنت روح شوت ما أعرف أشوت. ما أعرف أشوت بلنتي. قوم شوت المهم أنا رحت قاعد اطالع اللاعبين ما فيكم احد يقوم يشوت بس يعني عصب ولا بس قاعدين يطالعوني يعني انت روح خلاص اذا انت ضيعت بعد ضيعت بنضيع وراك نعم والحمد لله حطيته سديته قلت لهم ترى اخر بلنتي بحياتي اعصاب صدق قلق بالنسبه لك اوف عشان كذي تحاول تبتعد ما اقدر وايد عصب يعني وايد هذا انت مو متعصب للعربي روح لا مو بس لا 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 الموضوع هذا مو موضوع عربي لا الموضوع هذا حتى مع المنتخب يعني ما راح صوب بلنتي ما تتحمل نفسك مسؤوليه وانت الكابتن اسامه حسين لان في افضل مني بتسديد البلنتيات ترى حتى بنواف ما شوت بلنتيات والله بنواف يعني ايضا يعني مو اللي يسددون بلنتيات ليش بنواف انا مره سددت بلنتي الجولتشي راح بصوب ضد السالميه الجولتشي راح بزاويه وانا سددتها بالغام وطلعت برا يعني شوف الحظ يقولون محظوظ مش نص يعني تتعمد لو حصل الاختيار وكان لك القرار تبتعد انت لا شوف انا بقول لك سابقه يعني ذكرى طيبه يعني شوف مره القادسيه مع خيطان هذه بالثمانينات وصلت الى البلنتيات حلو شوته ثنتين ثلاث اربع قوم يا عزيز حسن شوت انت اسمك مطروح وانت تشوت زين مثل ما اقول يوخر عن البلنتي يقط لابتشينا بالملعب يقط لابتشينا ذاك صوب لا ما ما شوف شاتوا 10 لاعبين هي دوره لان فعلا هذه المباراه المصيريه كانت 11 فوتت بلنتي قد يكون اكثر لان ردوا مره ثانيه شاتوا اللي شاتوا اول شيء نعم يوم راح عزيز هي دوره بالتالي حط البلنتي احسن بلنتي سجلها من اول شيء لذلك اعتقد هم يقولون قبل البلنتي تشوفه قبل ابره يعني صغير بالنسبه لك تروح تشوف الحارس ما تشوف الزوايا اوكي إيه؟ كابتن محمد إبراهيم مستعد لتدريب المنتخب الوطني بشرط؟ لا أنا في مرحلتي السابقة وفي السنوات الماضية يعني قدمت روحي للمنتخب يعني بدون أي شرط يعني سنتين كنت أنا بدون أي عقد بالشيخ أحمد اليوسف والشيخ أحمد الفهد وكنت أنا يوم أيام في نادي القادسية الشيخ طلال الفهد رئيس النادي وسيد فواز حسن نائب رئيس خلوني اروح المنتخب ادرب المنتخب وادرب الغاتسيه فاعتقد ان انا ضحيت وقدمت اولوياتي عن الوطن هو بالنسبه لي هو نمبر 1 يعني في مباريات مصيريه في دورات خليج مصيريه قدمت نفسي ولاعبيني من اجل الكويت فاعتقد انه ما كانت اي عقود يعني يمكن سنه واحده كان في عقد وسنتين او مرتين بالتدريب قدمت نفسي ولاء للوطن نعم يعني مو غريبه عليك ابو نواف اكيد ولا الله يسلمك وسام حسين احنا بنطلع نشوف هالتقرير هذا حق المدرب الوطني السابق الكابتن محمد ابراهيم لاعب ومدرب اختصر الزمن انطلق لاعبا بكامل التألق والبروز اللافت وفيه
حصد البطولات لاعباً ومدرباً في العديد من الاستحقاقات. ومحمد إبراهيم مع أيضاً براعة نادي القادسية أعطى الفرصة للكثير من الأسماء واللي صاروا اليوم نجوم المستطيل الأخضر. بونواف جنرال الكرة الكويتية. النصار ولد النصار وقول شاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. بنقول لضيوفنا آراء ممكن يتفقون معاها ويمكن يختلفون، المهم نسمع منهم التبرير. ردينا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هالتقرير عن الفقرتنا القادمة، فقرة تتفق ولا تختلف. في الوضع الحالي اللي قاعدين نشوفه لمنتخب الكويت، هل يمكن أن يحقق أي إنجاز مستقبلا؟ الوضع الحالي ما أتوقع، يعني ما تتفق ولا تختلف. بس كل واحدة تبين. لا أقول يعني بالوضع الحالي أمانة يعني أختلف من اللي يقول إن المنتخب قادر إنه يحقق نتيجة بالوضع الحالي، لأن أمانة عندنا إحنا المنظومة الرياضية كلها سيئة. الآن الهيئة العامة للشباب الرياضي مشكورة إن تبنت استراتيجية الرياضة 28. نعم، فهذا الشيء ممكن بعدها إذا تحققت الأهداف المطلوبة في الاستراتيجية ممكن نقول والله احنا قادرين ان احنا نعتلي منصات التتويج، لكن بالوضع الحالي بالاتحادات الحالية بالمنظومة الحالية باللاعبين الهواة الحاليين ما اعتقد. نعم. ماذا بنوف ماذا تقول؟ انا ما خالفة، يعني للأمانة يعني اصبحنا للخلف بشكل كبير، يعني في مرحلة الإيقاف تقريبا أكثر من 7 سنوات، ومن ثم أيضا تعد الفريق للمرحلة القادمة، فأعتقد أن هناك تجاوز علينا الوقت والزمن. البيئة الرياضية ما هي بيئة صالحة في خلال السنوات الأخيرة، البنية التحتية نفس الحالة، هناك من تطور من بلدان الخليج حوالينا وإحنا لازلنا إلى مرحلتنا. يعني أنا أذكر سنة من السنوات في بطولة دولة الخليج الثالثة دول الخليج يومنا على ملعب نادي الكويت، وذيك الساعة كانت ملعب نادي الكويت تحفة بالنسبة لدول الخليج. هذا نتكلم عن السبعينات يعني. نعم. زين يقولون أهم إيش كثر يبيننا عشان نوصل نسوي نفس ملعب نادي الكويت، فأعتقد إحنا لحين ظالين في نادي الكويت. أي والله. وهم سووا، فأعتقد إن القضية ما هي قضية بس إدارة، قضية يعني قول فنية. فنية لا، بالأخير أنت لو تيب من تيبه أنت في نقص كثير. نعم. البنية والبيئة الرياضية غير صالحة. حلو، أبي رأيك. يعني لأول مرة أنا استأنس خلال الشهر الأخير هذا تجمع وزير الإعلام ووزير الرياضة وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية وأيضا محمود الرياضي مدير الهيئة وأيضا بعض رؤساء الأندية، هذه لأول مرة تصير لما تجمع للإصلاح، فهذا شيء يحسب عليه. حتى من يومين أيضا كان في تجمع بطولات المدرسية، فأعتقد أن هذه البداية. هذه البداية، لأن احنا أصلا لاعبيننا يعني اللي حقناهم وتابعناهم حبينا القادسية، ترى حبينا في جاسم يعقوب في الصدغير وغيره. نعم. كانوا أيضا قوايا في البطولات المدرسية، كانوا حتى بطولة المدارس كنا نروح نطالع مباريات المدارس، لأن كانت فعلا المدارس أيضا كانت تأسس. أبو نواف رسالة واضحة، لكن معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب سيد عبد الرحمن المطيري، وأكيد الدكتور حمود الفليطح والدكتور صالح الملا وكل صارح صقر الملة كلهم طال عمرك قدموا لنا في مطلع الشهر الجاري شهر 11 استراتيجية 22-28،
هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية هي تصويب لمسار الرياضة في الكويت؟ أنا في تصوري هذه 10 على 10 إن شاء الله. إن شاء الله. في تصوري لأن هناك مبادرة كبيرة، ما هي مبادرة هيئة أو اتحاد، حكومة ممثلة في وزير الإعلام، أيضا دعم من الحكومة، فأعتقد أن هذا الأمر لابد أن يصير يعني يحدث. نعم نعم. أروح حق الكابتن محمد إبراهيم، في مقولة تقول المدرب الوطني في نظر البعض أداة تستخدم لإنقاذ الموقف فقط، تتفق أم تختلف؟ أنا بالنسبة لي ما أنا أختلف، يعني يبقى المدرب الوطني اللي يضع بصمة وهوية لنفسه وأيضا للمكان اللي يكون هو فيه هذا. هني يسمون لأن بالأخير يقول لك مدرب طوارئ، إذا راح الأجنبي من عندنا نحاول من هناك، ولد النادي الموجود من المراحل السنية الموجود تعال ندعمه وخليك أنت. بالتالي المدرب الوطني أو المدرب هو بشكل خاص هو اللي يكون نفسه ويضع نفسه في الموقع الصح باجتهادة بعمله بأيضا شخصيته وهويته داخل الملعب. نعم. أعتقد فأنا أختلف، أنا بالنسبة لي أختلف، ما 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 أحب أكون مدرب طوارئ. نعم. ماذا تقول كابتن أسامة؟ والله شوف المدرب هو يفرض نفسه ساعات، يعني في بعض الفرق إذا بدلت يعني بدلت المدرب راح يكون في ناحية إيجابية نفسية، فأعتقد يعني في بعض التغييرات اللي تصير الجانب النفسي أكثر من الجانب الفني، فيمكن أنا أيد بنواف في النقاط اللي قالها، لكن تشوف مدربين الطوارئ ترى محدودين يعني على مستوى العالم، لكن المدربين هل هو واقع عندنا بالكويت؟ يعني على شيء محدود جدا يعني. نعم نعم. راجعين مكملين معاكم مشاهدين هذه الفقرة تتفق أو تختلف، لكن الحين راح نشوف معاكم تقرير عن الكابتن أسامة حسين ورادين لكم طاق العالم كله. أسامة مدافع من طراز نادر يصعب اختراقه، الله إبداعات المشهودة ووقوف سد منيعا أمام لاعبي فريق الخصم محطما كل هجمة. يا أسامة يا ولد يا أسامة، حلو حارس صايدها الزاوية يا أسامة، تضحكي والله تبيها بالجول أدري. وجوده في المنطقة الخلفية مصدر اطمئنان وارتفاع نسبة انتصار الفريق اللي يلعب له. وتلعب اللعبة جول. يتعامل مع الكرة لا مع جسد الخصم، وينتظر أن يظل مستوى يسير بشكل تصاعدي طالما أنه يتميز بالانضباط والحرص. شفنا التقرير حق الكابتن أسامة حسين، وقبل قليل شفنا تقرير خاص بالكابتن محمد إبراهيم. حقيقة هذيلا الشخصيات الرياضية نعتز فيهم ما حيينا، وهم تاريخ لا يمكن أن تتجاوز مرحلة تاريخية في الرياضة الكويتية إلا وتقف عند الكابتن محمد إبراهيم وأيضا الكابتن أسامة حسين. حقيقة نتشرف فيكم وقدمتوا العطاء الكثير للوطن، وأكيد رفعتوا اسم الكويت في المحافل الرياضية، فإحنا نتشرف فيكم في ريال الكويت. وعندي سؤال حق الكابتن أسامة، قانون الاحتراف الجزئي في الكويت يحتاج إلى تعديل، تتفق أم تختلف؟ أكيد يعني اليوم الاحتراف الجزئي أنا ما عد احتراف يعني أساسا، يعني اليوم أنت إذا بتقارن، إحنا ما نقارن نفسنا بأوروبا عشان لا تقول والله قارنت نفسك بأوروبا، أنا قاعد أقارن بالمنطقة اللي حوالينا دول الخليج، دول الخليج كلها عندها احتراف كلي، إحنا تينا احتراف جزئي، يعني هذا شلون يعني شلون تبينا ننافس؟ يعني هذا أبسط شيء. اليوم أنت لما تقول والله أن أنا عندي رياضة أو عندي كرة قدم، نتكلم عن كرة قدم بالذات، نعم. اليوم اللي حوالينا ترى اليوم ما نقدر نفوز عليهم، والسبب شنو؟ والسبب ان احنا لغاية الان بالاحتراف الجزئي، والاحتراف الجزئي هذا اعتقد انا هذا هاوي قاعد تعطيه مبلغ معين عشان تقول والله احتراف جزئي. احنا نطالب كرياضيين بالاحتراف الكامل علشان اللاعب يكون متفرغ كامل لتدريبات الصبح تدريبات العصر. انت لما تشوف لاعب يعني محترف تقدر تحاسبه، حتى تحاسبه على اكله،
شفت الاكل ياكله تحاسبه على اكله. لكن اليوم احتراف الجزء شنو؟ تعطي 400 دينار وعيش جو الهوات، هذا امر غير مقبول صراحه. نعم، ماذا تقول؟ شنو رايك استاذ؟ انا يعني كانت يعني اجتهادات، وهذه اجتهادات قد تصيب او ما تصيب، بس في تصوري ان الاحتراف الجزئي ما اعطى اضافه للرياضه الكويتيه ولا عمل شيء، بالعكس تراجعنا بشكل كبير. في تصوري ان اذا بتبدي بالاحتراف الشكل الطبيعي وشكل صحيح تبدي فيه من المراحل السنيه، لانه الاحتراف ترى وظيفه وعمل وثقافه، ما هو بس فقط تدريب صبح وعصر، لا، انما عليك مسؤوليات انت تقوم فيها مثل ما عليك مسؤولياتك انت كطالب واي شيء، يعني اكون مسؤول عليك. بالتالي احنا بحاجه الى الاحتراف الكلي ودعم حكومي، وايضا مرحله الثواب والعقاب. انا اليوم ما اقدر هذا اللاعب او هذا الفريق او هذا المدرب مجتهد قاعد يجتهد، ما اقدر انا اعاقبه، او اذا غاب ما جاني يومين او بالاسبوع يجيني حصتين تدريب، ايش اقدر اسوي؟ يقول لك ظروفي انا عملي بالجيش ولا بالداخليه، ايش تبي اسوي؟ وهذا الوضع موجود عندنا حاليا. نعم، وكثير من الامور يعني، وكثير من اللاعبين يمكن قد يكون تاخروا عن التحاقهم بمعسكراتهم او بطولاتهم، والسبب ايضا دراسي او سبب عمل تفرقات. بالتالي انا متوقع من المرحله القادمه من الاخوان المسؤولين في دولتنا يعني حاطين ايدهم بالنار وشايفين هذا الوضع، وانا متوقع ان شاء الله الى الافضل واذا الاصلح، ولكن الاحتراف الجزئي هذا شيء اجتهادي. نعم، ان شاء الله. برايكم استقاله اعضاء اتحاد كره القدم حاليا راح تحل مشاكلنا في المستقبل؟ والله شوفي، تحل يعني جزء من المشاكل، لان الاتحاد تقريبا اعتقد يمكن في 7 أو 8 منا مستقيلين، والاتحاد الموجود الحالي اتحاد مؤقت اعتقد لي بعد يمكن 2 أو 3 أشهر. فالان الاستقاله ما منها فائده، خلاص انتهى الموضوع يعني، خلاص الاتحاد هذا بناء على توصيات الجمعيه العموميه ان الاتحاد هذا خلاص باقي له اشهر وتنتهي مدته، وخلاص راح يعاد تشكيل اتحاد جديد. لكن مو هذا الموضوع، او مو هذا الاتحاد، مو بروحه ايد واحده ما تصفق. اليوم اذا ما تعدل المنظومه كامله، لو تجيب لي منه داخل الاتحاد ما راح ينجز، وبنظل احنا نتكلم نفس الكلام ونفس الانتقاد ونفس الشيء. لازم تعدل المنظومة كاملة علشان هذا الاتحاد الجديد القادم اللي راح يجي يقدر، بغض النظر عن الأسامي يعني، بغض النظر على الأسامي منو بيجي أو منو بيظل من هذا الاتحاد، أنا أتكلم اليوم الاتحاد الجديد إذا ما تهيأ للظروف، وإذا ما تتهيأ للأرضية الخصبة للعمل والإمكانيات. هو يعني الاتحاد أسامة، الاتحاد هو قاعد يجتهد، بس الموضوع ترى ما هو أكبر منه. أكبر منه الخلل وين؟ بالتشريع، القانون، لا الأندية. الأندية الاتحاد، الأندية كلها ال15 نادي عليها أن تعمل بجهد وإخلاص حتى تكون لاعبين أو تخلق لاعبين للاتحاد. الاتحاد ايش قاعد يسوي الحين؟ المنظومة بالعكس، الاتحاد قاعد يجتهد يبي يسوي منتخب. انت ما تقدر تسوي منتخب، المنتخب اللي يسويه الانديه، انت تسوي منافساتك، تصنع البطولات، تجتهد من اول الموسم لاخر الموسم حيث تحيي موسمك، ويكون الموسم هذا صدق في شغف، في شراسه، في تنافس، في الامور. هني راح تخلق لاعبين، اداء يرتفع، لاعبين يرتفعون، انت تقدر تاخذهم توظفهم بالمنتخب. بس الاتحاد هو اللي قاعد يجيب المدربين، يعني هل قاعد يختار مدربين ما عندهم سي في، ما عندهم الاختيارات هذه انا يعني تصيب او تخيب. ولكن للامانه اختياراتنا في السنوات الاخيره اختيارات، انا كمدرب وجهاز فني ما اقدر اتكلم عن اي مدرب، ولكن انا اقول غير موفقه. انا اقول احنا تاخرنا بشكل كبير، احنا ضيعنا سنوات، خاصه ال4-5 سنوات بعد الايقاف ضيعنا من على انفسنا. هذه السنوات ضياع، والسبب ايضا جبنا مدربين للاسف الشديد ما كانت سياستهم واضحه، او ما كانت هويتهم واضحه، ولا كانت لهم بصمه من خلال 4 إلى 5 سنوات، لذلك احنا في ضياع. فاتمنى من المرحله القادمه نصنع دوري قوي، من ثم نختار من خلال هذا الدوري القوي. اذا انت دوري قوي ما عندك، فاعتقد المنتخب ما راح يكون قوي باذن الله. البركه فيكم اكيد. الله يسلمكم. عندنا الحين مع ضيوفنا مشاهدينا الكرام، بنحط معاهم بعض الصور ونشوف ردود الفعل
مع الكابتن محمد إبراهيم والكابتن أسامة حسين. نبي تعليقاتكم. هذه يعني بالأخير الود ما بين يعني شوف المدرب لما يكون هناك ود ما بينه وبين لاعبينه فأعتقد هذا شيء يحسب للمدرب وأيضا للاعبين. اليوم يعني ما المدرب ما يجبرك أنك تحبه ولكن أنك تحترمه. بالتالي أعتقد لاعبينا يعني فيهم هذا الود وفيهم هذا الاحترام والله الحمد هذا شيء زين. متواصلين معك لاعبين العربي؟ للأمانة يعني أنا لي علاقة بلاعبين العربي ولاعبين الكويت وأغلبية الأندية من لاعبين وإداريين. درب كل الكويت أكيد لك علاقة معهم كلهم. ويوم من الأيام كان أيضا ترى أنا مدرب ومسؤولي وسام حسين يعني هو رئيس الجهاز كان أيضا ما خليه يطلع بالليت ما خليه يطلع بالليت استاذنا بيطلع استاذ سام الصورة لك نبي تعليقك. أكيد بعصب اليوم فرحانني الله يرحمه هذا الكابتن الكبير جاد عاشور الله يرحمه هني اللي زرته بلندن وهو مريض حكم الدولي الكابتن الكبير نعم جاد عاشور يعني هذا من الصور اللي يعني ذكريات امانه يعني لان جواد عاشور امانه تاريخ رياضي تاريخ عرباوي تاريخ بالتحكيم وهذا من الذكريات يعني نعم الله يرحمه ان شاء الله. في سؤال من تويتر احد متابعينا اعتقد احمد الطيب الكابتن محمد ابراهيم كابتن محمد ابراهيم هل حصلت على عروض لتدريب انديه او منتخبات بالخليج؟ لا انديه ايه يعني حصلت على في الامارات وحصلت على في قطر يعني بس انا ما حبيت اني اطلع برا. ليش؟ يعني مجرد ان داخل البلد وهذا اللي انا كنت يعني وايد كثير حتى مدربين اجانب كانوا وياي واشتغلوا وياي قال انت لازم يعني على الاقل تكون انت برا بعد بس انا ما حبيت للامانه ما حبيت اوكي خلينا نشوف هالصوره هذه لضيوفنا يا بعد راسي هذا حبيب الكل كابتن الله يذكره بالخير ونتحمد له بالسلامه ان شاء الله واعتقد ان عودته راح تكون قريب يوم 27 شهر الكبير الفارس الاسفر فتحي كمين فاعتقد هذا تاريخ للرياضة الكويتية وإني كنا في خلال هذه الصورة قبل شهرين يعني كنا في لندن في مكان برا لندن زيارة الله يذكرك بالخير يا فتحي كم انت قاعد بالكويت اكيد كله بلندن ابو نواف كله بلندن ما قاعد يا اخي بعد ويا الاسره وبعدين حبيبي والله بعد الاسره ما يشوفون لا والله فواز بعد ترى فواز مو مخلينا فواز الحساوي دائما غريبين عندنا الله يسلمك هنشوف الصورة كابتن أسامة الصورة نبي تعليق ما أنا صورة بلندن أسامة حد هني وقريب هذه الصورة مع الوالد الله يشفيه إن شاء الله اللهم الله يسلمك طبعا هني أعتقد والله ما أدري وين الصورة هذه بس هذه نظارة ريبان اتعب عن النظارة طبعا الوالد يعني مثلي الأعلى أمانة بالرياضة لأنه هو كان من مشجعين النادي العربي من أيام ثانوية الشويخ وكان يحضر كل المباريات اللي يقول عنها الساعة 3 مالت العربي القدسية الوالد الله يشفيه إن شاء الله من الحاضرين يكون نعم الله يشفيه إن شاء الله ويحفظك كابتن أسامة وأكيد أبو نواف الله يعطيك العافية بس عندنا هدية واصلت لنا أنا ما أدري من منو حقيقة من المخرج طلال البرجس طلال بعد طلال يا حلوة طلال هدايا بعد كثيره يا اليوم ثانيه يستاهلون ضيوفنا يستاهلون نجومنا اليوم يعني المخرج الجميل تشوفون الورد الاصفر ايه المخرج الجميل طلال برجس حقيقه كريم ودائما يتواصل مع الزملاء واكيد الرياضيين الله يسلمك تسلم من منو بعد من طلال البرجس والنعم من المخرج طلال البرجس هذه رساله نوجهها للزميل طلال البرجس يعني زملائك مذيعين عندك في التلفزيون لا تنسانا بصوره شوف اخوي محمد انا بس بقول شغله امانه يعني انا وطلال البرجس طلال البرجس هو ربان السفينه اللي بين الشوطين نعم. دائما لازم شيء. يكون ربان واحد علشان يقدر يقود السفينه بلا شك وهذا الشخص يعني خل يكون العلاقه اللي بالعمل لكن احنا خارج العمل ايضا هو يحاول انه يجمع الستاف كامل مو داخل عمل جمعه برا على اساس يكون في ود وميانه بينهم وانا امانه اشكره على هذه المفاجاه الحلوه واقول له ان شاء الله نردها لك احسن ان شاء الله تستاهلون يعني من خلال برنامجه يعني ايضا طلال
يعني صيته واسمه حتى في وجودنا يعني وحتى في ذكر أسمانا يعني أيضا برنامج بين الشوطين ومن معنيين على بين الشوطين منهم طلال البرجس فأعتقد لهم فضل لنا إحنا يعني أنا أكون متواضع جدا وأقول أشيد في هذا المخرج وفي هذا الأداء وفي هذا الشغل والعمل واليوم طالع فاجأنا بصورة ورد هذا معناته إنه هو إنه هو أمانة يعني إنه هو متابع ومتحفز وإن إحنا أحد أعضاء البرنامج اللي هو فيه اللي هو يقوده اليوم ضيوف برنامج ثاني أكيد أكيد هذا قليل بحقكم وتستاهلون وما هي غريب على الزميل طلال برجس حقيقة دائما متواصل ودائما كريم مع الجميع بلا استثناء كل الشكر لكم على تلبية الدعوة اليوم وإن شاء الله ما نكون قصرنا معاكم إن شاء الله ونتمنى لكم المزيد من النجومية والتألق والوعد يوم السبت إن شاء الله بس أتقولي أنا عرباوية لأن كلهم قالوا الحين خلاص قولي بعد عليه خلاص عرباوية الله يحفظكم محمد مشكور يا محمد يعني فرصة سعيدة أن كنا متواجد وياك في برنامج للأمانة الكل يتابع برنامج كبير ومكانته كبيرة وأنتم موجودين في القلوب اعتقد المرحله الجايه لازم تكونين فيه وشاح اصفر بعد ان شاء الله لان هني قال انا مو متحفظ محمد قال انا غتساوي قالت عربيه ما قالت عربيه قال نص ونص نص ونص تلبس المره ان شاء الله اكيد الواحد يوم فوق راسي بعد يعطيكم العافيه كل الشكر لك المدرب الوطني السابق محمد ابراهيم الكابتن الجميل والرائع دائما اسامه حسين على تواجدكم معنا في ليالي الكويت مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا ونقول لكم نشوفكم على خير يا رب. والحين بنخليكم مع فقرة الزميل عبد الله الطراح ونلقاكم على خير باكر في ليالي الكويت فمان الله. فمان الله. الديكور حلو المكان أو مريله والله اختيار موفق عشان ندردش ويا بعض قاعده انا اليوم جايبك هني عندي كم موضوع اوكي نسولف فيه يلا زين كلميه اول شيء عن الكويت وجودك داخل الكويت هل بسبب الاعمال الدراميه بالبدايه كان ايه يعني بسبب الاعمال لان كان عندي موضوع شوي صعب اني اصور مسلسل وارد اعمال مره ثانيه واي ورد فكان موضوع شوي صعب لغاية ما جاء القرار بإني خلاص أستقرب الكويت بحكم شغل المستمر الحمد لله وهم بعد يكون أسهل لي كتواصل مع الناس وهم بعد عشان أعدل شوي من اللكنة الكويتية صعبة؟ بالبداية كان صعبة عندي الأمانة بس الحمد لله إنه في حول ناس اشتغلت معهم زملاء وزميلات عمل قاعد يساعدوني موضوع اللكنة والبدليات اللي كانت تطلع فيني قبل صارت شوي أقل فالحمد لله زين وجودك بالكويت مرتبط بأعمالك الدرامية إذا ما كان لك عمل أو مسلسل شو تسوي؟ عادي ممكن آخذ إجازة وأرد أعمال عند أهلي أقعد معهم أسبوع أسبوعين وأرد مرة ثانية وجود فنانة خليجية لما تطلع من يعني ديرتها لدولة الكويت أكيد تبي أعمال درامية شوي أكثر حسيت أكيد. إن انتشرتي أنت خلال هذه الفترة زادت الشهرة أي. يعني قبل اشتغلت بأعمال الناس حبتها يعني حبت المسلسلات اشتغلت فيها بس استقرار بالكويت ويمكن تعمقت شوي اندمجت مع الناس ولما أطلع مكان ناس تعرف غادش يعني تشوفها بالصج مو بالتلفزيون ساعدني أكثر كشهرة بس لما جيت الكويت المنتجين كانوا عارفين من غادة؟ يعرفين يعني كنت قبل أصور بس كنت ما يعني ما قاعد وايد بالكويت حد شهرين اخلص مسلسل ارد اعمال مره ثانيه بس الحين استقريت فصار في يعني زواره وبالمكاتب بالمؤسسات شركات باللوكيشن اذا زميلتي عندها مثلا مسلسل اروح ازورها باللوكيشن بيكون في تعارف اكثر يعني بالنسبه لي انا قاعد يساعدني هالشيء بس يعني بصراحه غاده ما تحسين ان امر اخلاق هو كان يعني المسلسل اللي خلى الناس والجمهور اليوم يتعرف على غاده
شوف أكون صريحة معك، أول مسلسل كويتي بالنسبة لي أنا يعني كخليجي خلينا نقول هو بنات الجامعة اللي عرفني على عرف الناس على غادة، بحكم إني كنت 4 سنين أشتغل بعمان، تأسست بدراما العمانية، بعدين اختفيت يمكن شوي فترة عن دراما الكويتية، بس لما جيت بأمر إخلاء عرف الناس على غادة أكثر وأكثر، فحسيت الناس حتى يعني علق بخيالهم اسم بدرية، بدي كل ما أطلع مكان بدرية بدرية بدرية، فهذا دليل بأن الناس حبت الشخصية وحبت العمل، فعرفني أكثر عن الناس. اليوم الجمهور كله عرفك؟ إيه الحمد لله. الكويت والخليج. الحمد لله. ليش تواصل مع الفنانات العمانيات داخل الكويت؟ إيه أكيد. يعني في تواصل، في تواصل من العماني بالكويت؟ أيه. لا بالكويت لا. بس بعمان اكيد في تواصل. ما فكرت تتواصل معاهم داخل الكويت؟ والله اذا شاءت الاقدار بالعكس ليش لا، يعني شرفني هالشيء يكون في تواصل. ما بادرت انت يعني ابادر من اي ناحيه قصدك؟ انك انت يصير في تواصل، يعني مثلا اعطيك نصيحه غاده، يمكن قاعد نشوف الفنانات البحرينيات على قلب واحد موجودين مع بعض داخل الكويت بالاعمال يرشحون بعض. ايه. هالشيء موجود عند الفنانات العمانيات. اي بس كفنانات عمانيات بالكويت انا ما اشوف وايد. يعني عندنا مثلا منو خلينا نقول بثينة الرئيسي. أيه. عندنا مثلا غدير زايد. اي أيه. شكرا. ثانك يو العود. أيه. انزين ف بس لا يعني خلينا نقول مثلا لو اسولف انا بالسوشيال ميديا بالعكس انا اسولف يعني عن غدير وعن بثينة وهذا بالعكس اسولف، بس كتواصل شخصي ارقام وتليفونات وهذا لا. شنو يمكن الله جمعنا بعمل اكيد راح نتواصل ويا بعض. اكيد. شنو تسولفين عنهم بالسوشيال ميديا؟ مثل منتجاتهم، مثلا شغلات خاصه فيهم اسولف عنها، بلقاءات لو نذكر اسمهم يعني بالعكس يعني افتخر. تحسين ان الصداقات داخل الوسط الفني مهمه، ان تكون للصداقات الفنيه مع الفنانات علشان وحده ترشح الثانيه مثلا في الاعمال؟ اكون صريحه معك؟ إيه؟ لا بالنسبة لي أنا كغادة يعني كرأي الشخصي أنا ما أعلم الباجي كرأي الشخصي يعني ما أؤمن بصداقة بالوسط الفني. أيوة. لأن ماشي على قاعدة بأن الشخص لما يصادق فلان بالوسط الفني صداقة مصلحة أنا أجيب على حسابه هو. أيوة. بس عشان كذي أنت يعني بعد إنك تواصلين معه؟ لا ممكن زمالة بالعكس يعني على عيني وراسي يعني في تواصل خفيف، إهداءات عيد ميلاد شيء كذي، نجاح مسلسل أهنيها أو أهنيه، بس إنك صداقة يعني متعمقة بين طرفين لا أنا جدا بعيدة. شنو المانع من إنه ممكن تكون هذه المصلحة فنية يعني ترشحون بعض الأعمال وتشاركون فيها؟ لا القاعدة هذه ما أمشي عليها أنا. بس ما فيها غلط. لا شوف عبد الله صداقة. أيوة. بغض النظر عن عمل مو عمل ورشح مرشح لا يعني ياما في صداقات خارج الوسط الفني بس يعني استمرت معي سنين مو مبنية على عمل مو مبنية على مصلحة، فإذا صداقة مبنية على مصلحة ما تسمى صداقة أساسا، مصلحة أخلص شغلي معك وأمشي مع سلامة لا وحش فيك بعدين عادي يعني. شرب القهوة. يلا لذيذة. شلون القهوة؟ حلوة. العصير قادة. أبيك تدخليني شوي أكثر في الوسط الفني بالأعمال اللي قاعد تشتغلين فيها. مزيد. شلون شايفة يعني العمل بالكواليس داخل هذه الأعمال؟ قلتي قبل شوي ماكو صداقات. ماكو صداقات بس في زمالة. في زمالة في احترام بين في غيرة. الفنانين أكيد في غيرة عبد الله، في غيرة بكل المجالات مو بس التمثيل. أنت عانيتي منها شخصياً؟ إيه داخل. إيه وايد حتى أذكر صرحت إن مرات كانت توصل غيرة للأذية. هذا الحين بالسنوات الأخيرة صار في الكويت. مو الحين كنت صريحة معك مو الحين يعني بعمان لما كنت قبل مو بس بعمان بأي مكان يعني في غيرة ترشح مثل اسم غادة لعمل أي شخص ثاني لا ليش غادة أنا أكفأ بإني أخذ دور هذا. شنو الأذية يعني توصل لأي درجة؟ وايد ما إحنا بصراحة لما نتابع والجمهور لما يتابع دائما نشوف فنانات يتشكون من هالسالفة في غيرة وفي أذية بعدين من المقابل نشوف لا إن هذه بس تسويق لهم. لا 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 اشوف انا اخر همي اني اسوق على اسمي، اخر همي اني انشهر بالسوشيال ميديا ولا اخره، انا علي من شغلي ابي انشهر بشغلي هذا، بس لو جينا نتكلم عن موضوع الغيره مو بس بالمجال الفني اكيد اي مجال بكل المجالات، بس في غيره حلوه تنافسيه بين اطراف، في غيره توصل لاذيه، في غيره توصل لي يعني اني اقطع رزق احد، فهذا اللي ما نبي بحياتنا احنا. سامحت اللي اذوك؟ دام الله يسامح احنا ما نسامح ليش؟ فالله كريم. المسارح عندنا بالكويت يعني اغلبها جروبات. انت تحاولين تدخلين مع اكثر من جروب؟ مو احاول بس مو قاعد افكر في هالشيء، يعني حاليا مرتاحه وايد مع جروب سابقارق.
مسرح فروغي. والدراما؟ مو ضمن الجروب محدد، لأن الدراما هذا يحكم على حسب المسلسل أو الشخصية اللي قاعد تنعرض علي. بس ما يسهل عليك إذا دخلتي في جروب إن تحققين انتشار تشاركين بأكثر من عمل معاهم؟ لا بالنسبة لي لا، أنا طير حر منطلق. يعني أشتغل هنا أشتغل هنا أشتغل هنا. إيه كذي. بس في منتجين أو جروبات معينة ما يحبون فنانة جديدة تدخل عليهم. والله إذا المنتج شايف إن غادة ممكن تأدي الدور هذا وهي مو معانا ضمن الجروب بس راح تأدي الدور وتوصله حق الناس بطريقة وايد حلوة، أكيد راح يجيبها. ليش لا؟ إذا شايف إن مو مناسبة لها الدور أكيد ما راح يأخذني. يعني راح اقتص يعني يكون مقتصر على الجروب اللي معاه هو. وين تصنفي نفسك بين الفنانين والفنانات يعني؟ هل انت فنانه شابه توك بدايتك ولا تحسين لا صرتي نجمه؟ راح اقول عن روحي نجمه. اي يعني بهاللحظه راح اكون انانيه، انا نجمه. انا قاعده اشتغل واجتهد بضمير. شلون صنفتي نفسك هالتصنيف؟ على شغلي اللي اسمعه انا. يعني عدد المسلسلات ولا انتشار؟ لا لا لا، عدد المسلسلات يا ما يعني بالنسبه لي انا مو الحكم الاساسي على الشخص هذا نجم ولا نجم. لا، انت ايش قاعد تسوي؟ الجمهور شنو شايف؟ شنو شايف فيك انت كاعمال؟ يعني اذا انا ابرز مثلا اكثر من عمل وقاعد ادي الشخصيه الصح ووصلها حق الناس بان الشخصيه هذه فلان فلانه وناس حبتها، لا هي نجحت فيها. يعني فبالعكس اعتبر نفسي نجمه. على هالطاري يعني النجمه يهمش سالفه ترتيب الاسماء والاجر وغيرها من هالاشياء اللي نسمعها احنا عن الفنانات؟ قصدك التتر والاسامي؟ التتر والاسامي. لا ما اهتم، ما اهتم كلش. لان شوف موضوع التتر يا ما كان في مشاكل على الموضوع هذا. انت صار معك؟ لا لا لا، انا ما اتناقش بهالموضوع. بس لما صرتي الحين نجمه راح ياثر هالموضوع؟ اني راح اوصي بان اسمي يكون قبل فلانه وفلانه؟ لا كلش. انا قبل ما حتى لو هي فنانه جديده موهوبه وحطوها قبله مو مهم. تدري شو المهم عبد الله؟ داخل المسلسل مو بدايه شو اسمه. التتر يا دوب اسامي شكر وهذا وفريق العمل ويروح، بس الاهم شنو؟ الحلقه اللي راح اشوفها المتابع، الحدث اللي راح يصير بالمسلسل نفسه، هني الاهم عندي انا، مو الاهم الاسم وين ترتيبي بالاسامي. فنانة غادة الزجالي كنت معي في دعوة خاصة، اشكرك على تلبية هذه الدعوة. تسلم كلك دور. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا.